كانت الدنيا خبور كان دماغ وين أم هذا؟ مربط شوف تغيرت الدنيا قبل الله كانت صخب ضالة وصخب 40 بعد جمال 20 جمال صنانة فقط كان أول مراعي يروحوا ويرجعوا الحين كله قلع كله مشترى تخرج من هنا بيس ما هناك كان كله خبت ربي الحين صعب ظروف روي كيف الدنيا كلها محوش عليه داري والله كان أول صحراء يروحين الجمال ويرجعين عندنا ولا عليهم حاجة الحين كله خطوط يجي في الخط دقة بابور عليك مرسبين واصل 24 ساعة مربطين عندك شو تبلم كل المشترى صعيب عصار روتي بوشة قصب كله بيس يعاني رعاة الإبل من انحسار المراعي وذلك بسبب مخلفات الحرب وزيادة المساحات العمرانية التي جعلت أصحاب الإبل يأتون بالرعي إلى أحواش الإبل وهذا بدوره يزيد من التكاليف مما يضطر رعاة الإبل للتخلي عن مهنة الرعي.